يقع على الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عمان، ويطل على بحر العرب والمحيط الهندي. إنه المشروع المشترك بين حكومة سلطنة عمان وميناء أنتواب، والذي سيغير المشهد البحري في الشرق الأوسط. ميناء الدقم. ميناء الدقم هو محور تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة لإطلاق الإمكانات الكاملة لجميع الصناعات في الدقم وما حولها، من تسهيل استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات الجاهزة الصنع إلى الأسواق الخارجية بقناة يصل عمقها إلى 19 مترا ومجرا بعمق 18 مترا على طول محطات الميناء الحالية والمستقبلية. يجمع ميناء الدقم في تشكيلته الفريدة بين أدوار سلطة الميناء وإدارة تشغيل المحطات والمالك لـ5000 هكتار من الأراضي الرئيسية في المنطقة المجاورة.